ومن ميم سين شين، لا أدري هو يعني رجل أو امرأة. السؤال الأول، سمعنا يظهر أنه من إحدى الأخوات، سمعنا أن على المرأة التي تقضي العدة أن ترتدي الجوارب طوال المدة والملابس السوداء، وألا ترى المرآة، تنظر في المرآة، وعندما تنتهي العدة عليها أن ترتدي في أول يوم ثوبا أبيض. فما قولكم في هذا؟ أنا سبق يعني في الحلقات السابقة أن شرحت هذا الأمر، وقلت إنه يعني معظم يعني ما هو شائع في هذه البلاد في المرأة المتوفى عنها زوجها في حالة الحداد، الناس معتبرين حالة الحداد دي سجن، يعني كأنه المرأة مات زوجها فنعاقبها بالسجن. ما هذا ليس كل ما يطلبه الشرع من المرأة، إنها تمتنع عن التزين، لا تتعطر ولا تلبس الملابس الزاهية والمغرية ولا تلبس الحلي، لأنها يحرم عليها أن تتزوج أو تخطب خطبة صريحة في هذه المدة، إنما يجوز أن تخطب خطبة التعريض كما قال الله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، حتى ما تنتهي الإيه العدة الأربعة أشهر وعشرة أيام، أو إذا كانت حامل حتى تضع الإيه الحمل. فالأشياء اللي الناس بتقولها إن لا تنظر للقمر ولا تنظر للمرآة ولا مش عارف، كل هذه لا أصل لها، ولا يعني يجب على المرأة شيء جديد أو يحرم على المرأة شيء جديد، ما عدا الأشياء لأنها لا تخرج إلا لحاجة، ولا تلبس الملابس الزاهية والمغرية ولا تتزين ولا تتعطر، لما تكلم الناس ويكلموها بالمعروف مش فيها حاجة. لو حد بيكلمها حتى لو رجل أجنبي ما دام لا يختلي بها خلاص، مفيش. القرآن قال يجوز ان الواحد يكلمها يخطبها، بس مش يعني فيما عرضتم به من خطبة النساء، بس لا تواعدهن سرا، ما تقولهاش بيني وبينك بعد ما تخلص البتاع انا حاجة اتجوزك، لا، انما يشير كده اشارة وكل لبيب بالاشارة يفهمه، ان يبدي رغبته فيها دون تصريح، فمعنى انه بيكلمها وكلمها، هذا النص القرآن. الكلام ده ما يعني ليس له أساس، وإن في أول يوم تلبس ثوب أبيض، لا، هو المفروض يعني في أول يوم تلبس ثوب غير اللي كانت لابساه، كانت لابسة يعني ملابس يعني بنقول عليها غامقة، يعني أسود كحلي بني، يعني هذا هو المقصود، مش ضروري أسود بس، يعني إنهم ملابس أليق بحالة الحداد، إنما هي تعيش حياتها عادية وتكلم الناس ويكلمونها، مش مسجونة هي. هذا هو الذي شرحناه في أكثر من حلقة.